عليكم. خير عليكم ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج بنحلم نيش وحشتوني زي ما انتم متعودين مني كل مرة بموضوع جديد انتم بتحبوه آه النهاردة هنتكلم عن الحب حلقة النهاردة عن الحب بما ان الفالنتين كان 14 اتنين يوم الحد اللي فات وكان يوم عيد ميلادي موافق الفالنتين كل سنة وانا طيبة كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانا معاكم وبحبكم ودايما بفيدكم بكل خير موضوع الحلقه النهارده المفروض يكون موضوع حياتنا كلنا موضوع حياتنا في البيت وفي الشغل وفي الشارع ومع الجيران ومع الصحاب ومع الاهل وفي كل مكان الحب ده مش معناه اتنين مرتبطين او بيحبوا بعض وخلاص وتجوزوا او ما لا الحب كلمه اكبر بكتير قوي من حته اتنين حبايب وبس علاقه الحب الاولى بتنشا ما بين الابن وامه اكتر رابط قوي ممكن يكون يعبر عن الحب هو علاقه الطفل الجنين في بطن امه بتنشا علاقه حنونه كده في فتره الحمل ما بين الابن وامه وهو في بطنها وتبدا تكلمه تداعبه تسميه وهو في بطنها تتكلم معاه لما يكون جوزها مزعلها تبدا تتكلم معاه وتناقشه كانه موجود على الحياه فدي بدايه علاقه الحب اللي بتبتدي من بدايه حياتك علاقتك مع امك في حد فيكم اثر مع امه في فيكم اثر في علاقه الحب مع امه في حد فيكم ما بيسالش على امه في حد فيكم بعد العلاقه الكبيره الحلوه اللي ابتدت ما بينك وما بين امك وانت ببطنها وهي بتحملك تسع شهور هل انت دلوقتي ما بتسالش عليها بمكالمه اه في ناس كده هل في ناس بتمد ايديها على امها دلوقتي؟ اه في ناس كده هل في ناس بتعاق ابوها وامها؟ اه في ناس كده وسمعنا حكايات كتير وشفنا كتير وبتمنى ان ما ولا صوره من الحالات دي وما احبش ابدا اعرض في برنامجي صوره لاب بيمد ايده على امه او ابوه او بي... بيكون عاق فيهم ما اتمناش ده ابدا فدي العلاقه اللي بتبتدي ما بين اول حي... ما بتفتح عينيك بتلاقي امك قدامك وابوك فرحان بفرحه الحب ان انت جيت على الدنيا فدول اول اتنين في علاقه بتربطهم علاقه مقدسه ربانيه كده موجوده بتبتدي قلبك ينبض بنبض امك وابوك دول علاقه دمويه علاقه كلها حب طيب بنبتدي بقى يبقى لنا اخوات وتنشا علاقه المحبه ما بيننا وما بين اخواتنا اللي ليه اخوات او ملوش اخوات نتكلم عن الناس اللي ليهم اخوات علاقه المحبه ما بينك وما بين اخواتك علاقه المفروض ما تنتهيش علاقة بتكبر كل يوم بيوم بتكبر كل ثانية بتكبر كل ساعة بتكبر حتى لو أنتم مختلفين في الرأي وفي الأراء مع بعض لكن متفقين في المحبة ورابط الدم اللي ما بينكم علاقة ما بينك وما بين صحابك علاقة في شغلك علاقة ما بينك وما بين زمايل شغلك علاقة ما بينك وما بين جيرانك بتنشأ علاقة حب الجيرة بتحكم الاحترام والحب اللي ما بيننا وما بين جير جيران موجودين بقالهم سنين اكتر من عشرين سنه اكتر من عشر سنين اكتر من سنه ولو شهر جارك عامله بمحبه واحترام يعني خلوا علاقه الحب متبادله ما بينكم وما بين بعض طيب معانا اتصال الو اهلا وسهلا يا فندم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت اتفضل حضرتك انا عباس من طنطا اهلا بيك يا استاذ عباس اهلا بحضرتك اسمعني اسمعني من الم أم التليفون بلاش تسمعني من التلفزيون شكرا يا استاذ عبد الله شكرا أه هرجع لكم تاني ارجع لنا يا استاذ عبد الله أه الناس اللي بتتصل يا جماعه ارجوكم للمره المليون ما تسمعوناش من الموبايل ما تسمعوناش من التلفزيون لان التلفزيون بيبقى متاخر اسمعونا المكالمه من الموبايل وبلاش تبص على نفسك وتفرج في الاعاده طيب خلينا نرجع تاني ونقول علاقة الحب اللي ما بين الجيرة وما بين الصحاب وما بين الناس في علاقة بقى تانية اسمها علاقة التحدي علاقة الإرادة ازاي تحب نفسك هل لما تحب نفسك تبقى انسان مغرور وأناني وكل الناس تشاور عليك إن أنت إيه ده بيحب نفسه اه بحب نفسي علاقة الاحترام ومحبة الآخرين بتبتدي بإن أنت تحب نفسك وطالما انت حبيت نفسك قوي وكنت فخور بنفسك وفخور ان انت انسان كويس من جواك وانسان صالح وتستاهل ان انت تتحب وتستاهل ان انت تحب نفسك صدقني هتكون ناجح جدا ما بينك وما بين صحابك واهلك وناسك لانك لو قدرت تحب نفسك هتقدر تحب كل الناس اللي حواليك في البيت وفي الشغل وفي الشارع وفي كل مكان انت بتتعامل فيه هتحب نفسك وهتحب الناس لو حبيت نفسك هتحب الناس طيب النهارده بما اننا بنتكلم عن حب النفس والتحدي ازاي تقدر تتحدى كل حاجه في الدنيا وتتحدى الاعاقه وتتحدى الاعاقه بان انت انا اه القدر ممكن يغير حاجات كتير في حياتنا القدر ممكن يخلينا نفسنا في حاجات كتير جدا لكن ما نقدرش نعملها لكن انت لو تحديت القدر وتحديت الاعاقه وتحديت ان انت تكون في الوضع اللي انت فيه وتكون في وضع احسن وتحقق حلمك هتقدر توصل له في ناس كتير جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة الناس دي بنشوف بيعملوا حاجات يمكن إحنا بنكون خجلانين من نفسنا الناس اللي صحتها كلها كاملة إن إزاي الناس دي بتقدر تعمل كل الحاجات دي ده إحنا صحتنا كاملة وعندنا إيدين ورجلين وصحتنا كلها حسة السمع والبصر وكل حاجة وإيدينا بتتحرك ورجلنا وما إحناش قادرين نوصل للأحلام اللي إحنا بنتمناها والحلم اللي إحنا بنتمناه عارفين ليه؟ علشان إنتوا اللي جواكوا إعاقة في إعاقة فكرية معانا استاذ سعيد اهلا وسهلا ازيك يا استاذ اهلا وسهلا استاذ سعيد آه، كل سنة آه، طيب. استاذ سعيد خفاجة اهلا وسهلا بحضرتك آه، كل سنة طيب أستاذ لا اهلا بيك يا استاذ سعيد اهلا بيك <applause> ازاي حضرتك الو انقطع الاتصال ارجع اتصل بينا تاني يا استاذ سعيد نرجع تاني ونقول ازاي تتحدى الاعاقه ازاي ان انت تتحدى الاعاقه وتبقى شخص آه يعني شخص بتتحدى كل حاجه في الدنيا وتوصل لهدفك وحلمك اللي انت عايزه النهاردة احنا معانا شخصية جميلة جدا وانا مبسوطة بيكي جدا يا سارة سارة من بور سعيد لنا صور سارة المخرج يجيب لنا صور سارة قد ايه نشوف سارة رمز من رموز الحب كل حاجة فيها حب كل حاجة فيها أمان كل حاجة فيها مستقبل كل حاجة ممكن تدور عليها في نفسك عشان تكبر بيها وتحلم بيها هتكون موجودة هنا في سارة شايفين سارة؟ هي دي سارة القمر سارة تحدت الإعاقة ياريت لنا الصورة اللي باين فيها إعاقة سارة شوية عشان نبين للناس قد إيه إن سارة كانت بتحلم بتحلم سارة كانت بتحلم تكون عارضة أزياء رغم ان هي صاحبه اعاقه وعلى كرسي ولكن تحدت الكرسي وتحدت الاعاقه وتحدت كل شيء ووافقت في حاجه بس هي ان انا هكون او لا اكون قعدت سنين وهي لا تكون ولقيت نفسها تتدمر وحياتها تنتهي عشان كده صارت تحدد كل ده وقالت لا انا هكون انا نفسي ابقى عارضه ازياء وبالفعل بقت عارضه ازياء وطبعا الست العظيمة الجميلة ساعدتها في ان هي تكون عريضة ازياء جميلة وتحقق حلمها هي شيماء العربي صاحبة اتيلي الياسمين ببور سعيد ياريت تجيبوا لنا صورة استاذة شيماء مع مع سارة رجع لنا الصورة تاني بتاعة استاذة شيماء مع سارة وهي رمز رمز من رموز الناس الجميلة اللي هي ذو طاقة ذو علم ذو قلب طيب عندها قلب طيب وحنون تقدر تحتوي بيه الناس الحلوة احنا على فكرة إيه لما بنشوف حاجات حلوة كده وبنشوف ناس جميلة بتتحدى الإعاقة يعني بنتمنى إن احنا نكون زيهم يعني خلاص إحنا هنرجع نروح لسارة تاني لما يكون معانا اتصال من سارة إيه أنا عايزة بس أقول لكم علي حاجة إن سارة رمز من رموز تحدي الإعاقة سارة شخص من ملايين الأشخاص اللي بتتحدى الإعاقة سارة شخص فرد واحد من الآلاف والملايين اللي احنا بنشوفهم كل يوم فين دوركم أنتوا؟ فين دور كل شخص فينا؟ ليه ما تتحداش الإعاقة؟ الإعاقة الفكرية الإعاقة الفكرية أسوأ بكتير من الإعاقة الجسدية لما تكون معاق فكرياً وإنسان كل فكرك بيقول أنا ما عملتش غيري عمل أنا هعمل إمتى أنا مش عارف أكون أنا مش عارف أعمل حاجة كل ده غلط مفيش حاجة اسمها مش عارف تكون في حاجة اسمها أنت عايز تكون إيه أنت عايز تبقى إيه أنت عملت إيه عشان تسأل نفسك إن أنت عارف تكون ولا مش عارف تكون أنت عملت إيه عشان تقول أنا وصلت لهدفي أو ما وصلتش لهدفي أنت ما عملتش حاجة فما تسألش وتقول أنا عملت إيه طالما انت ما تعبتش ما سهرتش ما اشتغلتش اكتر من شغلانه عشان توصل لحلمك ما وصلتش بهدفك وحلمك بعد تعب ومعاناه كتير جدا يبقى ما تسالش انت هتكون ايه طبعا لو هنرجع تاني للحب وهو كلمه حلوه قوي يا ريت تكون موجوده في قلوبكم يا ريت كل اللي قلبه خالي من الحب يرجع يفكر في نفسه ويحب نفسه ويحب الناس. يا ريت تحب جيرانك، تحب اهلك، تحب اخواتك، تحب اصحابك، احب نفسك، ابدا بنفسك وحب نفسك، لو حبيت نفسك هتوصل للهدف اللي انت بتتمناه. طيب لو رجعنا لعلاقه الحب مفيش اقوى من علاقه حب الاب لابنه والابن لابوه. عندنا حاله هنا كده غريبه جدا 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 وهو خفاجه. خفاجه ده حاله جات لي من قيمه شهر وكلموني كلمني ابن عمه وقال لي انا ليا لي ابن عم خفاجه عنده 33 سنه وابوه رميه على الارض من غير غطا ولا فرشه ولا اي حاجه هاتوا لنا صوره خفاجه وهو على الارض كده المخرج يجيب لنا صوره خفاجه وهو على الارض هاتوا لنا صوره خفاجه وهو على الارض بلا رحمه مفيش رحمه مفيش انسانيه شايفين صوره خفاجه شايفين خفاجه وهو على الارض ده خفاجه قبل لما كلموني قالوا لي ان البني ادم ده زي ما انتم شايفينه مرمي على الارض بدون غطا ولا رحمه ولا فرش ولا اي انسانيه النهارده لما كلمتهم وخافوا من الحبس وخافوا من القضاء وخافوا من ان احنا نشتكيهم بعدم الانسانيه ما خافوش من رب العالمين كل ده عشان عايزين خفاجه ايا كان بقى الدواعي في بيقولوا في ناس بتقول او ابن عمه بيقول آه عايزين يورثوا خفاجة اخواته الكبار عايزين ياخدوا حقه ومش عارف عايزين يجنوه عايزين عنده حاله نفسيه عنده 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 حاجات كتير جدا واتهامات كتير جدا بس هل كل واحد فينا عنده حاله نفسيه نرميه على الارض ونحبسه من غير رحمه ولا انسانيه إن نرميه على الارض من غير في عز البرد اللي احنا فيه ده من غير غطاء من غير فرش من غير حياه لا النهارده لما خاف من كلامي وخاف ان انا قلت له انا هجيلك انا وهشتكيك وهقدم فيك بلاغ رسمي لو ما انقذتش خفاجه من على الارض شوفوا خفاجه بقى عامل ازاي هاتوا خفاجه فول سكرين كده عشان الناس تشوف خفاجه كده فول سكرين عشان الناس تشوف خفاجه بعد بقى عامل ازاي شوفوا خفاجه عامل ازاي ده خفاجه اللي كان مرمي على الارض زي ما انتم شايفين ده خفاجه اللي كان رمينه بيقولوا عليه مجنون طب هل هو انسان اللي انتم شايفينه قدامكم ده مجنون هل ده مجنون؟ باين ان هو انسان مجنون ولا شاب رزين كويس؟ حتى لو عنده حاله نفسيه تقدر ان انت تعالجه ده انت ابوه وانت اخوه، ازاي تيجي بيكوا الانانيه هم في بني سويف على فكره ومش عايزه اقول المكان بالظبط لكن انا اديت الحاله علشان خاطر اقول الانسانيه انعدمت انعدمت ما بين الاب وابنه، انعدمت ما بين الاخوات واخوهم. الانسانيه راحت وما بقيتش موجوده طب لما الاب واخواته ولما الاب والاخوه يتحدوا على الابن نقول على الدنيا السلام اكيد نقول على الدنيا السلام لا مش هنقول على الدنيا السلام لان في صله حب اقوى من صله الدم اللي ربطت خفاجه بابوه واخواته خلاص نرجع هنا الاستوديو يا جماعه يعني اكيد في صله بتربط خفاجة بحد تاني ملوش أي علاقة بيه من صلة الدم هو أنا أنا ما شفتش خفاجة ولا عرفه لكن أنا بحمل قلب قلب مليء بالحب اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة قلب بيملأ الحب والطيبة والإنسانية عمري ما شفت إنسان في موقف أو إنسان لجأ لي وقلت لأ وعمري ما كنت هسيب الولد ده مرمي طالما جه في طريقي وهقول لا عملت اللي اقدر عليه وساعدته من هو يبقى يباشر اقل حقوقه كانسان عارفين لو كان خفاجه سبناه كان مات في البرد في ايام البرد اللي احنا فيها دي وهو الارض كان مات من البرد والجوع والعطش والخوف طب ذنبنا ايه يبقى في علاقه حب بتربط بتربطنا ببعض غير علاقه صله الدم والقرابه علاقة الإنسانية حتى لو أنت مش أخويا أو حتى لو أنتم مش أخواتي أو حتى مش إحنا أخوات بعض أو حتى لكن كلنا إخوة في النهاية أنا أم جنى أهلا بيك يا ألو؟ أم ألو ألو أم أهلا بيك أهلا بيك حبيبتي إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله طيب. وحضرتك طيبة يا حبيبتي وكلكم بخير وسعادة وانتي طيبة الصح الصحة معرفة. كنت عايزة اقولك عن الموضوع الشخصي اللي انتي بتتكلمي عنه ده تمام احنا حاصل عندنا حد اعرفه موضوع مشابه زي كده اه نفس الموضوع نفس الموضوع خفاجة اه قريب منه اهله برضه اللي عاملين فيه كده اهله واخواته وعايزين يسيب بنت تمام حاضر حبيبتي تابعيني بعد الحلقة وبعتيلي رسالة أو كلميني وأنا هتابع معاكي ونشوف حالته ونساعده إن شاء الله شكرا يا مجانا لما هرجع وأقول لكم ألف مرة تاني فين القلب على فكرة انتوا مش واخدين بالكم من حاجة إن إحنا كلنا مش دايمين يعني احنا لو بصيتوا للدنيا هتلاقونا ان احنا مش مخلدين يعني جدودنا ماتوا وقرايبنا ماتوا ولينا اخوات ماتت ولينا حياه وقفت ولينا ورجعت تاني تكمل لان هي ما بتقفش على موت حد ولكن شوفوا الناس الحلوه اللي كانت في حياتنا راحت فين راحت فين راحت في التراب لو انت ماسك في الدنيا قوي وبتقول انا هنهي علاقه الحب وعلاقه الدم عشان الفلوس علشان خاطر المال علشان خاطر الدنيا لا انت غلطان العمر مهما كان طويل هو قصير جدا هتعيش كام سنه سبعين ستين ثمانين ميه ميه وعشره ما مفيش حد بيخلد لميه وعشره ميه وعشرين حتى لو كان الخلود بالنسبه لك ميه وعشره ميه وعشرين بس مفيش خلود للابد هتنتهي برضو وهتنتهي حياتك وهتمر وهيكون اخرك القبر وساعتها هتكون وحيد والرابط الوحيد اللي جوه في القبر هو رابط الحب الحب بربنا عز وجل اللي هو اهم من اي حد واهم من العباد هل انت كنت بتحب ربنا فعلا هل انت عملت عشانه كتير هل ربنا كان معاك دايما في كل حاجه وبيديك وبيخاف عليك ودايما سندك وواقف معاك وانت كنت بترد له ده كنت بتديله حقوقه كنت بتخاف كنت بتعمل اللي ربنا بيطلبه منك لو سالت نفسك ولقيت الاجابه اه يبقى ربنا يبارك لك ويبارك لكل حد بيخاف ربنا ولسه قلبه بيحمل الحب والخير يا ريت المخرج يتصل لنا بس بساره عشان عايزين نكلم ساره لان هي اكتر حد هيتحدث عن نفسه و... ويا ريت برده شيماء تكلموا شيماء أم... لو رجعنا تاني وقلنا طب انا عايزه افهم الناس اللي جواها حته من ال... من الاذى اللي هي عندها بقى الحب السلبي اللي هو حب الكره جواها كره داخلي كده والعياذ بالله هي بتتمنى الشر للناس معرفش ده من ايه او دي حاله نفسيه فعلا او ممكن الناس دي تتعالج طب هل الناس اللي بتحمل الشر والقتل والغل وال وكل حاجه وحشه جواها هل الناس دي قلبهم مئه في المئه بيحمل العداء فقط ولا الناس دي لو احنا جينا على جرح كبير قوي كده ممكن يبكوا كل حد ممكن يكون جواه كتله وشحنه من الغل والشر انت ممكن يكون لي نقطه ضعف ويرجع تاني تلاقي فيه طفل جواه بس محتاج حد يخرجه كل واحد فينا فيه طفل جواه في نفس طيبه جواه في نفس بريئه جواه مش متلوثه بس عايزه اللي يخرجها لو قلنا اللي خلى المجرم ده مجرم ليه الظروف الحياه الدنيا ممكن لكن هل انعدم قلبه من الرحمه والحب لا مفيش انسان بينبض قلبه انعدم من الحب تماما هو بس موجود بس الكره زاد وغطى عليه الانانيه زادت وغطت عليه الشر زاد وغطى عليه محتاج حد يخرجه لو كل واحد فينا قابل السيئة قابل الحسنة أو السيئة بالحسنة يعني النهاردة لما حد يعني يأذيك قوي لما أنت تأذيه أنت استفدت إيه؟ أعتقد أن أنت ما استفدتش حاجة ما فيش أي استفادة من الأذي لكن لو أنت رديتها بالحب جايز يا أخي ولو نسبة واحد في المية أن أنت تحوله تخليه يتكسف على دمه تخليه يقول ايه ده؟ في حد كده؟ في حد بيقابل السيئة بالحسنى؟ في حد يعني أنا خجلان من نفسي والله أنا إزاي عملت معاه كده؟ طيب نروح لأم مصطفى، أم مصطفى أهلا بيك أم مصطفى؟ أم مصطفى معاكي يا دكتورة. أهلا وسهلا بيك كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي يا دكتورة شريف. أهلا بيكي، أهلا بيكي يا أم. اهلا بيكي حضرتك طيبه والله والله العظيم احنا يعني بصراحه انت خساره في الدنيا دي قد والله ربنا يبارك في عمرك يا رب ربنا يديك الصحه والسعاده والحب لكل من تحبيه ما تحرمش منك يا حبيبتي انت كنت منوره قريه النجاح وكنا نتمنى ان حضرتك تنجح في الانتخابات الله يخليك انت كنت هتعملي لنا كل اللي احنا كنا طالبينه واحنا كنا بنشجعك وكنا ربنا يبارك في عمرك ربنا ولا من يصلح وان شاء الله الدوره الجايه تكون لينا باذن الله لو فينا نصيب ولينا عمر ان شاء الله باذن الله العيله بتاعتنا كلها بتحبك وبتختارك واحنا والله العظيم يعني ربنا الاعلى ربنا يبارك لك ويبارك في كل حبايبك يا ام مصطفى شكرا ليكي وخلي بالك من كل حبايبك ودايما احملي الحب جوه قلبك واحملي الخير دايما ربنا يراضيكي بشكرك جدا اسعدتيني بمكالمتك، بشكر كل الناس الحلوه هي فتحت موضوع كده انا لسه ما اتكلمتش فيه خالص في البرنامج على الهوا، موضوع الانتخابات كانت من أكتر التجربه اللي انا قمت بيها كانت مليانه حب ومحبه الناس واحساسي وانا بلف في الشوارع واحساسي وانا ناس بتضمني ما تعرفنيش، ناس بتضمني بحب كده ناس كبيرة في السن وستات زي أمي يعني مليانة علاقة مليانة حب جدا يعني أنا النهاردة ما جبتش فيديوهات ولا صور من, من الانتخابات لأني كنت ناوية أتكلم فيها عن حلقة يعني تكون حلقة نستفي فيها كل تجربة الانتخابات إن شاء الله الحلقه الجايه هتكلم فيها عن الانتخابات بشكل عام وتجربه الانتخابات واللي انا قمت فيه واللي انا العائد عليا رغم الخساره ان انا خسرت المجلس لكن كسبت حب الناس واحترام الناس وثقه الناس وهل انا لما خسرت في الانتخابات بطلت ودوري واقف على كده وخلاص مش هخدم الناس؟ لا انا الحمد لله رجعت تاني لخدمة الناس لأني أنا أصلا مهمتي خدمة الناس أنا شغالة مذيعة مقدمة برامج كلمة الحق صوت الحق بوصل كلمة الحق في كل مكان وأعتقد دي شغلانة مش سهلة أبدا ولا سهل محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا عالمية اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد أكيد محمد من كفر يا فندم اهلا وسهلا يا استاذ محمد اهلا بحضرتك بمناسبة حضرتك إن أنت اتكلمتي عن الانتخابات، أنت ما خسرتيش ولا حاجة يا فندم، إحنا هنقول لك بنت الغلابة زي ما آه. ما كانوا أطلقوا عليكي في الحملة يعني أنا عجبني الاتصال حضرتك فاتصلت يعني معاليكي. ربنا يبارك في وب... عمرها. ربنا يخليك يا فندم، يعني ما أنا بطلق عليك اللقب اللي أطلقوه عليك الحملة الانتخابية بتاعت حضرتك وفعلا أنت ما خسرتيش، أنت كسبت حب الناس. تكفي بس الحالات الإنسانية اللي أنت دعمتي بيها كوم حمادة. ربنا يبارك بس انا عندي ملحوظه بسيطه بس يا فندم اتفضل اما كنا بنتفرج على برنامج بنحلم نعيش على قناه الحدث اليوم كان ليك لقاءات ميدانيه يا فندم انا ما زلت انا ما على فكره بس ده على السوشيال ميديا يا فندم هوش على القناه احنا عايزين البرنامج يكون ليه شعبيه اكتر لا حاضر ويتوزع. هننزل تاني نعمل تقارير باذن الله هننزل نعمل تقارير تاني وننزل نشوف الناس محتاجه ايه ومشاكل الناس ايه دايما وهنعرضها على البرنامج ونعرضها على السوشيال ميديا وان احنا نوصل صوتكم لكل مسؤول في كل مكان. انا بشكر حضرتك كتير واتمنى ان انا اكون بقدر الاستطاعه ان انا اكون في خدمتكم وبوفي الوعد وبوفي الجميل وبوفي محبتكم وكل حد نزل اداني صوته في الانتخابات انا فخوره بيك حتى اللي ما نزلش يديني صوته أنا تحت أمركم جميعا وفي خدمة الجميع وبحبكم كلكم لسه بنقول علاقة الحب مش علاقة بين اتنين مرتبطين لا ده علاقة بين الناس كلها وبين بعضها وأنا كل عمري ولحد آخر يوم في عمري بحبكم وفي خدمتكم العمر كله بحبكم كتير استنوني يوم الأربع الجاي الساعة 8 وهنتكلم باستفاضة بقى عن الانتخابات ودوري في الانتخابات واللي أنا قمت بيه واللي ما نجحتش في الانتخابات هل انا تقاعدت وقعدت ولا لا لا هنشوف كل ده الاربع الجاي ساعه 8 انتظروني